اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. تعودوا الاوفياء ديال البرنامج على انه البدايه من كل اسبوع كتكون رفقه الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. صباح الخير استاذ الحليمي. عفاف وتحيه لفريق العمل وتحيه المستمعين الكرام وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. شكرا لك استاذ الحليمي، مرحبا بك معنا طبعا في اول حلقه خلال هذا الاسبوع من البرنامج. واليوم ان شاء الله كيف ما وعدنا المستمعين الكرام غتكون عندنا سلسله من الحلقات على جهاز المناعه، فشنو اكثر النقط اللي غادي نركزوا عليها اليوم استاذ الحليمي باش هكذا حتى الاتصالات ديال المستمعين الكرام يعني نضبطوها نوعا ما بالموضوع باش حتى المستمعين الكرام يستفدوا اكثر؟ نعم ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نهضروا على جهاز المناعه بصفه عامه، ناخذوا بعض المعلومات على جهاز المناعه على اساس انه غيكون مدخل للحلقات المقبله اللي غتكون على الامراض المناعيه بين قوسين المناعه الذاتيه زائد الحساسيات بكل انواع ديالها، وغادي نهضروا على بزاف ديال النقاط اللي غادي نربطوهم بالجهاز المناعي وخاصه الامراض المناعيه ان شاء الله باذن الله بما فيها الحساسيات بكل انواع ديالها، لان ربما فرقنا الحساسيات ولكن حنا في هذا الموضوع غادي نحاولوا نجمعوا كل الحساسيات ونشوفوا شنو هو السبب ديال الحساسيات اللي ولا كنعيشوها، وغادي نشوفوا قلت هذه العديد من الامراض منها الامراض المناعيه ما غاديش نسميوها ولكن غادي نهضروا على المبدا العام ديالها ان شاء الله انطلاقا من المنطلق ديال التغذيه ان شاء الله بي. نعم، وما يمكنش تفوت الحلقه ديال اليوم استاذ الحليمي بلا ما نوجه تحيه كبيره للشغيله ديال المغرب اللي المغرب واللي بلادنا بهم كتحرك، فتحيه كبيره لهم اكيد فاتح ماي، وتحيه كبيره ليك استاذ الحليمي رغم انه اليوم عندك يوم عطله ولكن ملتزم دائما بالمواعيد وحاضر معنا في البرنامج باش تفيد المستمعين الكرام، فهذا هو المغربي. شكرا استاذ عفاف، انا كنحييهم هذا المنبر وكنحييكم نتوما وكنحيي الشغيله بصفه عامه، واي شخص كينوض في الصباح باش يمشي يقلب على واحد لقمه العيش من اجل انه يخدم ذاته ويخدم الاسره ديالو ويخدم المجتمع ديالو، كنحييهم هذا المنبر وكنتمناو ان شاء الله الصحه والسلامه لكل شخص على وجه الارض اللي كيقوم بواحد العمل من اجل انه يخدم راسه ويخدم البشريه بصفه عامه. اكيد اليوم استاذ الحليمي كيف ما قلنا سلسله من الحلقات غتكون عندنا، اول حلقه هي اليوم فيما يخص جهاز المناعه. خلي اول سؤال استاذ الحليمي يعني بالنسبه للمستمعين الكرام يمكن السؤال اللي كيطرح عند الكثير من الناس، التكوين ديال جهاز المناعه فوقاش كيبدا؟ خصوصا انه كنسمعوا العباره ديال انه راه الجنين لما كيكون في البطن ديال الام ديالو كاين امهات اللي المناعه ديالهم كتنقص، علاش؟ لان التفسير الجنين كياخذ من ذاك المناعه ديال الام. هذا التفسير واش هو فعلا حاضر علميا؟ والتكوين ديال جهاز المناعه عند الجنين فوقاش كيبدا؟ نعم، هو ان شاء الله في هذه الحلقات غادي نحاولوا نهضروا على المناعه فيما يخص الجسم البشري، وغنحاولوا نهضروا على المناعه اللي احنا ديما كنمارسوا هذا المبدا هذا باش الناس يفهموه، هي المساله ديال المناعه الفكريه، لان ما عندناش غير مناعه في جسم الانسان، عندنا مناعه كذلك في الافكار ديالنا، عندنا كذلك هضم وامتصاص في الافكار ديالنا، وبالتالي لما كيكون عندنا واحد افكار جيده بالنسبه لنمط العيش ولما كتكون عندنا واحد المناعه ضد بعض الافكار بالنسبه لنمط العيش فاحنا كنكون واحد الافكار وكنكون العديد من الاشياء اللي ممكن نحتاجوها في الحياه اليوميه ديالنا. اكيد ملي كنهضروا على المناعه، المناعه هي الجهاز الامني المخول له حراسه الجسم، يكفي ان اي عالم يدرس المناعه باش انه يفهم الخلق ديال الله سبحانه وتعالى يدخل الاسلام، وهذا الشيء هذايا حدث كثيرا، يكفي انك تدرس فقط جهاز المناعه، فالجهاز المناعه هي عمليه كيقوم بها وكيقوم الجسم من خلالها بضمان امن كل خليه في جسم الانسان. إذا كان نهضروا على اكثر تكنه عسكريه تطورا على وجه الارض هي التكنة العسكرية اللي كتحرس الجسم ديالنا اللي غادي نشوفها إن شاء الله بالتفصيل، فيها فرق متخصصة، فيها تخصصات عالية الدقة، يعني هي المخول لها حراسة الجسم، فيها جهاز أمني، عندها جهاز مخابرات، عندها جهاز عسكري، هذا الجسم ديالنا كيقوم بهذه الأشياء رائعة جدا. السؤال في محله أستاذ عفاف، كيفاش كتكون المناعة؟ المناعة تتكون منذ أيام الأولى من الحياة، واهم حاجه هي طبيعه التغذيه عند المراه خلال الحمل. دابا راه كنا هضرنا مرارا وتكرارا، كتمشي المراه كيكون عندها حمل كتمشي عند المختص كيعطيها حمض الفوليك فيتامين بي 9، فيتامين بي 9 ما بقاش كيتعطى فقط الام ولا كيتعطى حتى الاب قبل باش تكون خصوبه عاليه، وكنا هضرنا على الخصوبه لان ما بقاش كيتعطى هاد الفيتامينات جروب يعني بي. يكفي ان الزوجين تكون عندهم رغبه يعني في الانجاب باش كيبدا نعم باش كياخذوا هاد الماده نعم، وفيتامين بي 9 اللي بغيت نقول انا راه ماشي غير المراه اللي كتاخذها، راه الرجل خاصو ياخذها باش يكون واحد الخصوبه عاليه ويكون واحد، لان فيتامين بي 9 مسؤول عن التعبير ديال الجينات ديالنا في الجسم ديالنا. الو قلت انا الجهاز المناعه
اول حاجه هي نمط العيش ديال المراه خلال الحمل ديالها. ثاني حاجه ومساله مهمه وجوهريه جدا هي المساله ديال الولاده. علاش؟ لان الانسان لما كيكون في بطن الام ديالو فهو كيكون معقم تعقيم تام. داكشي علاش المراه عندها الدوره الشهريه، من اجل تعقيم الرحم كل مره باش ما يجي واحد المولود اللي هو غيكون مشروع كائن بشري اللي كيبغيه الله سبحانه وتعالى، يكون في واحد المكان معقم واكبر مكان على وجه الارض. تعقيما هو الرحم ديال المرأة. علاش؟ لأن باش كيتحط في هذا الجنين، والله سبحانه وتعالى كيقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا الطفل كيكون الجنين كيكون معقم من كيتزاد. المرحلة ديال الولادة مهمة جدا. علاش؟ لأن الولادة كتكون إما قيصرية أو لا ولادة عادية، إما سيزاريان أو لا باغفوا باس. جميع المخلوقات كتقوم بولادة عادية إلا الكائن البشري اللي مشى لهاد الولادة القيصرية. الولادة القيصرية كاين أسباب متعددة، إلا كان السبب وإلا كان المشكل وإلا كان ضروري وإلا كان شر لا بد منه ما كنهضروش عليه. أما إلا كانت أسباب في الأخرى فأنا كنقول الكائن البشري خاصة تكون ولادة عنده عادية. علاش؟ لأن ربما الناس كيعتقدوا أن الإنسان لا قدر الله مات خلى ولاده الإرث، فانت ملي كتولد له الطفل ديالك فكتعطيه الارث ديالك قبل ما تموت. يعني الناس كربما كنجبدوا هذه المساله ديال الارث غير ملي كيموت الانسان. الرجل ملي يكون عنده قوه في الجسد ديالو وكتجي من موراها الاخصاب وكتجي من موراها الولاده، فالمراه والرجل كيعطيو لوليداتهم ارث في بدايه الحياه ماشي في نهايه الحياه ديالهم. وهذا الارث هذا اول حاجه كيجي قلنا بالتغذيه الجيده، ثاني حاجه كيجي بالولاده. علاش؟ لان الولاده القيصريه والولاده العاديه باغفوا باس يعني فرق كبير جدا. الطفل ملي كيتزاد ولاده قيصريه فهو كياخذ واحد الموروث بكتيري ديال هذاك المكان اللي كيتزاد فيه. واليوم غالبا الاطفال كيتزادوا في المستشفيات. المستشفيات كنعرفوا حنايا والناس كيعرفوا بلي كاينين لي زافيكسيون نوزوكوميا، الوغ كاينين بزاف ديال البكتيريات اللي هي ربما تكون ضاره، الطفل كياخذها وكيكون مشكل من بعد. حبذا لو انها تكون ولاده عاديه. علاش؟ يعني ملي كتكون الولاده عاديه فالولاده العاديه يعني تحتم على الطفل انه كياخذ الفلوغ فاجينال، والفلوغ فاجينال ديال الام ديالو هي اللي كتضبط له الموروث البكتيري. لان احنا جسمنا خاصنا نعرفوا باللي عدد خلايا عدد بكتيريات الجسم ديالنا اكثر من عدد الخلايا بعشرات المرات، وحنا الجسم ديالنا هو جسم بكتيري. اذا ملي كيتزاد الطفل ثاني حاجه كتحسم له نمط العيش ديالو. كنقول انايا راه واحد النمط واحد الاشياء رائعه جدا. لما كتكون ولاده عاديه فالطفل كياخذ هذاك السائل اللي كيكون خلال الولاده وكياخذ البكتيريا اللي كتسمى الفلوغ فاجينال ديال لامامون ديالو، وكتكون بدايه موفقه فيما يخص نمط العيش ديال هذا الطفل هذا. ثالث حاجه كتحسم المساله ديال المناعه، وهذه ما فيهاش نقاش. وانا كنقول الله يعطيكم الخير، ربما غادي نسمح لراسي انني نقول هذا المصطلح، اي شخص ما عطاش للطفل ديالو رضاعه طبيعيه فتقريبا تكاد تكون جريمه. علاش؟ لان الرضاعه الطبيعيه فيها لو كولوستروم، ولو كولوستروم فيه الاي جي ا والاي جي ام كيتسموا لي زيمينو جلوبولين. ولي زيمينو جلوبولين ما كاينش شي سائل على وجه الارض فيه. وشوف سبحان الله، الطفل ملي كيتزاد كيكون داك لو كولوستروم داك اللبا داك اللبا او اللبا اللي كنسميوه بالعربيه بالدارجه، هذاك اللبا كيكون خاص به. ربما انت مثلا كمراه تزادت عندك بنيته ولا واحد الدريري، كل واحد وخلال التطور ديال المشيمه فكيتكون له داك اللبا ولا داك اللبا ولا داك الكولوستروم خاص به هو. نعم. بيرسوناليزي مشخص ليه هو. يعني لما كياخذوا هذا الطفل هذا فاحسن هديه ممكن اننا نهديوها للطفل ديالنا هو الرضاعه الطبيعيه، هو داك لو كولوستروم الاول. اذا الطفل هذا كيحسم الجهاز المناعي. علاش؟ لانه هو اللي كيخلي، لانه شوف سبحان الله الطفل كيتزاد كيخرج داك الخروج الاول كيتسمى الميكونيوم. هذاك لو ميكونيوم اللي كيكون كحل، هذاك الناس كيقول لك لا الخروج ديال الطفل، ماشي الخروج ديال الطفل، هذيك ماده كانت وسط الامعاء ديال الجنين باش ما يتلصقوش هذوك الامعاء ديالو. كيتزاد هذا الطفل هذا كيخرج ذاك الميكونيوم، جريمه اننا نعطيوه اللويزه والسكر. حبذا لو اننا نديروا واحد الحمله نبعدوا من هذه الاشياء هذه. والحمد لله وزاره الصحه كتحاول قدر الامكان، وهذا العام هذايا كان واحد التشجيع ديالنا، يلفتنا الاسبوع ديال التشجيع على الرضاعه الطبيعيه. والحمد لله لفتات فيها ايه قرانيه، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. انا كنقول اي شخص عطى للطفل اللويزه ولا السكر يلا تزاد فهي جريمه.
علاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيحنك الاطفال بماده حلوه اللي هي التمر؟ لان هذوك الامعاء ملي كيخرج الميكونيوم كيبقاو لا غساب تاعو ديال الامعاء خاويين، خاصنا نعمروهم بواحد الماده اللي هي حبه لو انها تكون جلوكوز، كنجيبوه من التمر اذا كان ضروري. وهذه المساله هذه اكد عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذا الله يعطيكم الخير، النظام الغذائي خلال الحمل، الولاده تكون ولاده عاديه اذا كانت قيصريه وشر لا بد منه بالنسبه لنا حنايا، هذه المسائل ما كندخلوش فيها. ثالث حاجه هي الرضاعه الطبيعيه، ورابع حاجه هي نمط العيش. اذا درنا هذه البدايه الاولى فكنكونوا درنا بدايه موفقه، لان شوف غير العداء اذا دار انطلاقه جيده كيقدر يوصل، الى ما دارش انطلاقه جيده ربما يتقصى كاع الى انطلق بالوقت. وهذا الشيء اللي كنديروا حنايا، كنديروا انطلاقه خاطئه فيما يخص نمط العيش، وهذا الشيء اللي بغينا ناكدوا عليه ان شاء الله باذن الله اليوم. الكل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا ويطرحوا اسئلتهم فعلى 05 22 46 72 51 او 52، اذا 05 22 46 72 51 او 52. والحلقه ديالنا اليوم على جهاز المناعه رفقه الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحية والحمية العلاجية. وفي تواصلنا مع المستمعين الكرام غادي نمشيو ناخذ أول مكالمة. خديجة على الخط معنا من أكادير، أهلا وسهلا بك خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عافاك لاباس عليك. الحمد لله لاله خديجة. شكرا بزاف على هذه البرامج اللي كتفيدنا، شكرا بزاف. العفو هذا واجب، مرحبا بك. عافاك، بغيت نسول الأستاذ الحليمي. أييه. أنايا عندي واحد المشكل ديال واحد الهرمون في البرولاكتين، وقال لي الطبيب باش خصني ناخذ واحد الدواء افي، داك الدواء ديال البرولاكتين. أييه. وبغيت نشوف واش هيأثر لي على المناعة ديالي. هذاك الدواء واش عنده شي تأثير على الصحة ديالي؟ عندك ديجا وليدات؟ عندك ديجا وليدات؟ أنايا 6 سنين هذه باش مجوزة وما قدرتش نولد. البرولاكتين عندك طالعة ولا هابطة؟ عندي طالعة. داك. نعم. شحال في عمرك لاله خديجه؟ انا دابا عندي 30 عام. 30 سنه. نعم. واخا نوجهك ان شاء الله باذن الله. نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله. شكرا لك خديجه، شكرا لك تواصلتي معنا من اكادير. وكانت صراحه الخلاصه اللي كنختم بها مشكور الاستاذ محمد الحليمي لما كنا درنا سلسله من الحلقات على الخصوبه وعلى الانجاب، على انه الرقم في تصاعد للاسف استاذ الحليمي. نعم. ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال الخصوبه وديال الانجاب. نعم. يعني وشرتي على انه راه اليوم حتى الاعداد ديال الناس اللي عندهم رغبه في الطلاق واللي وصلوا للمحكمه كيكون هذا سبب رئيسي، وقلتي انه المحامون والكثير من الناس اللي في المجال كيعرفوا هذه المساله. خديجه 6 سنين وهي عندها الرغبه في الانجاب، ولكن يعني مازال ربي يعني كيف ما كنقولوا ربي يفرحهم، لانه استاذ الحليمي حتى في الاتصالات اللي كنا استقبلناها الى لحظتي كانوا ناس اللي فعلا كاينه معاناه نفسيه، معاناه من النظره ديال الناس، من الكلام ديال الناس ايضا. فخديجه قالت عندها مشكل على مستوى هرمون البرولاكتين، وقالت عطاها الطبيب واحد العلاج ولا واحد الدواء اللي خصو يبقى مدى الحياه. فكتسول واش هذا الدواء استاذ الحليمي ممكن يأثر لها على جهاز المناعة؟ نعم، هو اولا هذا البي ار ال ولا البرولاكتين هو واحد الهرمون. شوف سبحان الله، احنا الجسم ديالنا كله هرمونات، والهرمونات هي واحد بحال واحد السلسله. هذا الشد في هذا، اذا كان هرمون فقط واحد فيه مشكل كيكون باقي الهرمونات. بالنسبه للمراه كنا هضرنا على البي ار ال برولاكتين، كنا هضرنا على الاف اس اش، كنا هضرنا على ال اش. المراه اذا كان عندها طالع البرولاكتين، وهذا داك اللي لمسوه الحمد لله، جميع النساء كيكون عندهم طالع البرولاكتين خلال مرحله الرضاعه. داكشي علاش مرحلة الرضاعة بلا حتى شي مويان كونتراسيبتيف، لكن الانسان كياكل مزيان والدورة الشهرية قبل الحمل مقادة والجانب الهرموني مقاد، فغير ارتفاع ديال البرولاكتين كافي انه يكون وسيلة من وسائل منع الحمل. هذا الشيء هذا اللي كاين في الفيزيولوجيا ديالنا. المرأة لما كتكون كترضع راه عندك الطريقة ديال الرضاعة في حد ذاتها كتكون طالعه البرولاكتين، ولما كتكون طالعه البرولاكتين فهي وسيله لمنع الحمل، وهذه الله سبحانه وتعالى فيزيولوجيا عطاها للمراه باش تكون الاهتمام ديالها والتركيز ديالها، والله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد. داكشي علاش مساله البرولاكتين وارتفاع البرولاكتين يؤدي مباشره الى بين قوسين ماشي العقم. انا لا احبذ هذه المساله ديال العقم، لان العقم لما كنقولوا العقم كنحولوا الامل الى الم. احنا ما عمرنا كنمشيو في هذا الاتجاه، حنا كنمشيو في اتجاه تحويل الالم الى امل، ماشي تعاطفا، ولكن الفيزيولوجي ديالنا كتقول لنا هذا الشيء. الفيزيولوجيا ديال الكائن البشري انا كنقولها ونعاود نقولها، والله العظيم لو كان الانسان ولو مشى الانسان في المسار اللي رسم له الله سبحانه وتعالى، في المسار الفطري ديالو، في لافوا بيولوجيك ديالو، فالجسم ديالو سيصدم مهما كان عنده اي مرض، مهما كان عنده اي مشكل. لان المرض شنو هو؟ المرض هو واحد الحل اخير خرج به الجسم باش ما يمشيش للوفاه. المرض هو سوء تفاهم بينك وبين الجسم ديالك.
المرض هو سوء تفاهم بينك وبين الفطره ديالك. اذا انت اذا حسنتي العلاقه ديالك مع ذاتك وحسنتي العلاقه ديالك مع الجسم ديالك وتدوز انك تحسن العلاقه مع الله سبحانه وتعالى، فاكيد الله سبحانه وتعالى غادي يفرحك. رب ذره نافعه، من اذا كاين انسان اللي موصل حتى لواحد المرحله عاد الله ربي بيد ذلك، قول انا خليه حتى ما بغيتوش تخليو الباب ديال الامل مفتوح، خليو غير الشرجم ديال الامل مفتوح. راه ديما ما نسدوش باب الامل، ما نظلموش علينا داك 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 المكان اللي حنا فيه، نخليو ديما باب الامل مفتوح ونقول الله سبحانه وتعالى اش ما عطانيش الوليدات، ربما شي حاجه مزيانه، ربما شي حاجه هذه. والى غير هذا لفات هذا كينقصنا الكورتيزول، كينقص الادرينالين، كيطلع الاندورفين، كيطلع السيتوسين، كيطلعوا هرمونات السعاده والاطمئنان. ولما كتطلع هذه الهرمونات هذه فهذه في حد ذاتها راه تريتمون. بالنسبه للتريتمون ديال هذا اللي كتاخذ الاخت البرولاكتين واش غيضر المناعه، هذا بالنسبه ليس من التخصص ديالي انا اللي نهضر عليه، ضروري تمشي عند الطبيب اللي عطاها، لان خصنا نعرفوا باللي حنا لي زونتيبيوتيك، العديد من الادويه، العديد من الانماط، العديد من الاشياء اللي كنديروها كتضر بالمناعه ديالنا. ولكن انا بالنسبه لي التخصص ديالي ما كيسمحليش انني نجاوب على هذا السؤال، لان واش هذا الدواء هذا مضر بالمناعه ضروري تمشي عند الطبيب ديالها، هو اللي يجاوب على هذا السؤال هذا. بالنسبه لان البرولاكتين راه ممكن اننا نقدوها بالتغذيه، ممكن اننا نقدوها بالعديد من الاشياء، ربما تكون مرحله ديال الدواء مرحله مؤقته ومن بعد ندوزو، لان ما يمكنش نتايا تحل واحد المشكل وانت باقي في نفس. مثلا انا وقع لي مشكل مثلا اليوم مثلا غدا قررت انني غنحل هذا المشكل مهما كان، بنمط العيش، بنمط التغذيه، بالدواء، ما يمكنش انني نمشي على النمط اللي مشيت عليه اللي كان سبب المشكل وغيتحل لي هذا المشكل. اذا نهار نطيح انا في مشكل نراجع راسي نقول شنو المشكل اللي كاين، ونبدل انا الحياه ديالي باش تبدل الفيزيولوجيا، باش يتبدل بزاف ديال الامور. هذا الشيء اللي كنطالبوا الناس، حنا الناس ما كنقولوا لهم حتى شي حاجه، كنقولوا لهم غير اذا وقع لكم شي مشكل شي نهار شي مرض بدل النمط اللي كنتي عايش به، ماشي غير التغذيه، الحركه، العلاقات الاجتماعيه، النوم، بزاف ديال الامور اللي كناديو بها هي اشياء في المتناول، اقول واكرر في المتناول. وكنقول ان جميع الامراض الله يعطيكم الخير راه عندنا تكنه عسكريه في الجسم اسمها المناعه، راه الى الانسان مشات له المناعه فانت عرضه لجميع الامراض وبدون استثناء. داكشي اللي راينا نديروا سلسله حلقات على المناعه لاجل نثبتوا ونقولوا شنو الاهميه ديال هذه المناعه، لان هي اللي كتحمينا الجسم ديالنا. نعم. وربما زال غادي نطرقوا النقطة اللي هي خاصه استاذ الحليمي، واش كاين اغذيه اللي كتقوي جهاز المناعه وشنو هي؟ فهذه النقطه مازال غنتكلموا عليها ان شاء الله. نتواصلوا مع المستمعين الكرام. وكوثر على الخط معنا من فرنسا، اهلا وسهلا بك كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيرا استاذه عفاف؟ الحمد لله كوثر، مرحبا بك معنا. شكرا. كيداير الاستاذ الحليمي؟ لا بس الحمد لله. بارك الله فيك استاذ الحليمي، والله يجازي من قررت ووصلك حتى لهذه المرحله، بارك الله فيك. امين امين، الله يعطيك الخير. لا راك الحقيقه راه كتخرجنا من الظلام النور. كنكونوا عايشين في واحد الظلام، وملي كنسمعوك عاد كنحلوا عينينا ونفيقوا ونعرفوا بان داك الشيء اللي كناكلوا الطريقه باش كنعيشوا ماشي هي هذيك. الله يقدرنا. لا الله يقدر. الله يجعل لك في ميزان حسناتك. يا رب امين. شكرا لك كوثر، تفضلي. الله يخليك. بغيت نسولك، انا عندي ثلاثه الوليدات، عندي 42 عام. اييه. وبثلاثه رضعتهم وما كنقدرش نوصل حتى العامين. حيت اللسان ديالي مي فريمون كينشفوا، ما كيبقى عندي والو. ودابا عندي صدري خيط، ما عندي والو. بنتي عندها 12 عام، عندها صدرها كبير عليا انا ما بقى عندي لا لسان لا والو، كل شيء ولا عندي صف واحد، من ندوز ايدي ما عنديش بلاصه لسه، ما بقاش عندي. ما فهمتش كيفاش غادي ندير باش نرجع الصدر ديالي. نعم. غير سمحي لي كوثر، وفي المرحله ديال الرضاعه يعني الشكل ديال التدين ديالك كيكون عادي في الرضاعه؟ كيكونوا عندي مزيانين. نعم. وقبل يعني قبل كيف كان الحال؟ يعني هذا الشيء غير من بعد ملي كنت قبل ما نتزوج كانوا عندي عاديين، كيف اي امراه على حسب لاج ديالي كانوا عندي مزيانين. ملي كنفطم دراري صغار ما كيبقاش عندي والو، كندوز ايدي كنلقى. ايوه واضح. واضح كوثر. غير سمحي لي كوثر، عطينا فكره على الوزن ديالك والطول، واخا شحال عندك في الوزن؟ الوزن انا ضعيفه بزاف. شحال عندك في الوزن؟ عندي تقريبا 42 ولا 43. 42 كيلو. وشحال عندك في الطول؟
ما عرفتيش؟ لا ما عرفت. هو خا كوثر، شكرا لك كوثر. كتأزمني بزاف هاد الحاله اللي فيها انا، حنتي بنتي عندها 12 عام، عندها لسان ديالها كبر من لسان ديالي. واخا كوثر كدرني في خاطرك. نعم واخا كوثر، شكرا لك، تواصلتي معنا من فرنسا، وتحيه الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي الحمد لله دائما كيلقاو في ميد غاديو الونيس ديالهم في الغربه، فتحيه كبيره لكم. اذا كوثر تكلمات على المشكل ديالها استاذ الحليمي، وربما هي كتشوف نفسي يعني وراه واضح عليها، واضح عليها مأزمة نفسيا كثار من ما هو عضوي. ربما أول حاجة أنا حسيت المس في المكالمة ديال كوثر أستاذ الحليمي هي النظرة ديالها هي بنفسها لذاتها. تماما تماما. أولا كنحيوها وكنحيو كل أم قررت أنها ترضع لنا، ماشي ترضع راسها، لأن الطفل ملي كيرضع راه كيرضع المجتمع. داكشي اش كنقولوا حنايا، إلا شجعنا واحد المرأة حامل أنها ترضع فراه كترضع هذاك الطفل لينا حنايا، لان هذاك الطفل هذاك غدا غادي يخرج، يا غادي يمشي للجامع، يا غادي يمشي يشفر، يا غادي يمشي يدير هذه. داكشي علاش حنايا حبذا لو اننا نعاونوا هذه المراه، نعاونوا هذا المجتمع، نعاودوا هذه الامهات هذوما باش يمشيوا هذ الاطفال في المسار في الطريق ديالهم، ماشي يخرج للشارع، ماشي يدير مشاكل، ماشي يدير هذه. حنا بغينا، اذا حنا ملي كنشوفوا شي مراه كترضع فحنا خاصنا نشكروها كمجتمع، ماشي غير هي بوحدها متحس براسها. مي كنقول حنايا، كنقول حنا، كنقول الزوج، كنقول العائله، كنقول بزاف د الامور، ماشي هي وحدها. غتعطينا طفل سليم، يعني سليم في ذاته. نعم. واللي غيهبط المجتمع واللي غينزل يعاون المجتمع، لان حنا غدا مثلا من هنا واحد 50 عام شكون اللي غيضمن الاستمراريه ديال هذا البلد؟ ماشي هذا الجيل هذا اللي دابا كيرضع او لا ما كيرضعش، ماشي هاد الاطفال اللي كنشوفوهم حنا اطفال، هاد الرجال دابا اللي هازين هاد البلد هذايا، شكون هما؟ راه هذه قبل 50 عام ولا 30 عام ولا 40 عام هما كانوا داك الاطفال الصغار. اذا حنا بالنسبه لنا كنشوفوا في هاد الاطفال الجيل اللي غادي يحمينا حنايا واللي غادي يعاوننا حنايا ملي غنكونوا في مرحله الشيخوخه الا كتب لنا الحياه. وبالتالي الانسان الا فكر بذكاء وببساطه كنلقاو باللي حنا واجب علينا اننا نشجعوا على تكوين واحد الطفل صحي. وانا كنقول انا اي واحد، تاكدوا ان اي واحد كانت عنده نيه صادقه انه يعطينا في المجتمع واحد الولد صالح، فالله سبحانه وتعالى غادي يعاونه. اذا بالنسبه للاخت اولا كنشجعها وكنشكرها بزاف لانها رضعت الاطفال ديالها. نعم، ثلاثه ديال الوليدات. نعم تماما، مع العلم انها في مجتمع اللي هو مجتمع ماشي 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 يعني بين قوسين ما كيشجعش على الرضاعه الطبيعيه، مع العلم اننا حنا ولينا في هذا المجتمع اللي ما كيشجعش على الرضاعه الطبيعيه. غير هو جيد هذا الاهتمام بالنفس اللي غادي نقولها انايا، هو هذا الجانب هو جانب نفسي. نعم. حكم انها عندها الوزن ماشي ناقص، هو الوزن يعني يكاد يكون عادي بالنسبه لي انايا، افضل انه يكون الوزن ناقص بتحاليل طبيه جيده على انه يكون الوزن زايد. هذه المرحله هذه ربما تكون كتوقع لبعض الناس، ولكن كتكون مرحله قصيره اللي غادي نقولها انا ما فيها باس تكون واحد استشاره ديال الطبيب مختص. ماشي ضروري ندوزوا للجانب الهرموني، كنقولها وكنأكد ماشي ضروري ندوزو للعلاج الهرموني، غير هي ما فيها باس دير زياره للطبيب، لان مادام هي رضعات الا وفيزيولوجيا واناتوميا راه الثدي ديالها قابل انه يدير الوظيفه ديالو، لان هذه الوظيفه اللي جا من اجل هذا الثدي هذايا. اذا اللي غادي نقول لها انا جيد انها تهتم براسها، نحيدوا عفاكم هذاك العقد. راه حنا انا قلت انا راه خاصنا مناعه ديال الافكار وخاصنا الهضم والامتصاص ديال الافكار، يعني ان الاخت اللي الافكار اللي كتروجنا في الفكر ديالها. كاين بعض الناس كتجي عندها الاخت ديالها كتقول لها الا رضعتي راه غيكبروا لك لسان ولا فورم ديالك غديفورما. هاد الاشياء هذا اكل الدهر عليها والشارب للاسف، حتى بعض المختصين كيقولوا هاد المسائل هذه. اذا بالنسبه لنا الرضاعه خصنا نعرفوا بلي اول وقايه قبل ما يكون الطفل لا سرطان الثدي هي الرضاعه. مساله بسيطه جدا، الا قمتي انت كمراه بالحمل وبالولاده جوج مراحل، باقي خصك مرحله ثالثه لابد منها الا والا غيكون عندك مشكل، هي مرحله الرضاعه. لان الرضاعه هي اللي كتخلي الرحم يرجع لبلاصتو، الرضاعه هي اللي كتخلي الوزن يهبط، الرضاعه هي اللي كتخلي الخلايا السرطانيه. يعني خصنا نعرفوا الثدي راه كينمو، كاين هناك نمو، اينما كان هناك نمو فممكن يكون سرطان.
داكشي اش كنقولوا حنا جيد هاد المساله هذه، ولكن عندها جانب نفسي باش تطمئن تمشي عند مختص. كنقول انا ماشي ضروري ندخلوا للعلاج الهرموني، تمشي عند مختص وتشوف هاد المساله هذه. مي انا شخصيا كنقول مادام رضعت الاطفال ديالها الا والجانب الاناتومي ديال الجسم ديالها راه قابل انه يقوم بهذه الوظيفه هذه. هذا بالنسبه لنا احنا الاهم. نعم نعم. برنامج صحه وسلامه مازال متواصل معكم مستمعينا الكرام دائما على ميد راديو، الاذاعه القريبه منكم، وباب التواصل مفتوح من خلال الارقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 أو 52. وراجعين ورجعنا دائما على ميد راديو، برنامجكم صحة وسلامة رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. وغادي نمشيو دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام. فاطمة على الخط معنا هاد المرة، أهلا وسهلا بك فاطمة. شكرا أستاذ عفاف. العفو، مرحبا بك فاطمة. على سلامتك. على سلامتك. الله يسلمك ويجزيك شكرا لك. أستاذ السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. شكرا شكرا على هادشي كل المعلومات اللي كتعطينا. الله يجزيك. هذا واجب هذا واجب. أستاذ عفاف أنا هي مولات السيناريو اللي كان قال لي أستاذ مضحكني الضحكة في النهار. بارك الله. أنا في صلب الموضوع ديال المناعة. أنا كل حلقة غادي ديروها أنا غنكون في صلب الحلقة حيت دازو عليا بزاف. نعم. واحد كانت خرجت لي طبيبة رانا أستاذ كنت صيفط لك الصفحة اللي باش تقراهم ليا والبارح. نعم. أييه. انا كنت صيفطهم حيت باش جبدتو التحاليل جبتهم بمساقه حيت انا ما عندي حتى شي ورقه، ما كانت عندها حتى شي ورقه. هذا الخطا ديالي اللي كنمشي عند واحد طبيب العائله، هو جينيكو العائله هو اللي كيدير فيها هادشي كله، والطبيبة الشيميو. وفي الاخير انا قرات ليا واحد طبيبه واحد بروفيسور في كازا ديال الشيميو، صيفط لها بار الميساجر ديال التحاليل، قالت لي انت ما عندكش كونسير، ما عليك ما كانش عليك ديري الشيميو، هادشي سميتو التخربيط. المهم كانت خرجت لي في الطبيبه سته الحصص، واحد الحصه طاحت لي المناعه بزاف. كنمشي عندها انا قالت لي ثلاثه الحصص الاولانيين قالت لي راهم صعاب غتغلبي عليهم، وتغلبت عليهم دازوا الحمد لله بخير وعلى خير. ثلاثه الثانيين قالت لي راه ساهلين ما غتحسيش بهم، غادي ندير لك غير بحال اللي بغيتي تخرجي من الكلينيك. قلت لها واخا. وفاش كتبدا لي في ديك الحصه ديال ثلاثه دوك الاولانيين اللي قالت لي ساهلين كنطيح. كنمشي عندها 10 ايام وانا كنمشي عندها كل صباح، كنمشي عندها كنقولها استاذه رانا ماشي هي هذيك، عندي التغفاز في العظام من العنقره حتى للصبع ديال رجليا، وشويه بداو يديا الكف ديال يديا ورجليا كيتنفخوا. وملي كنمشي للحمام كنشوف المرايا كنحل فمي كنلقى الحلاق مخرج عند الضرس العقل خارجين. وكنقولها الطبيبه الله يعطيك الشكر عافاك شوفي مالي راه ماشي انا ماشي هي هذيك، الله يخليك لي كذا ماشي تقول لي لا راه الشيميو كيدير هكاك، وديري شويه الكالمون ومشي 10 ايام وانا بلا المناعه وفي الدار. اشنو درت؟ عاود مشيت عندها شوفي غير تشوفي مالي ولا شوفي لي شي حل. انا راه عييت ما نصبر، كنت عايشه بالكاست الباناشي في الصباح وبزافه ديال الصبه في العشيه كنشربهم بلا باي، هادشي فمي خماج. واحد الحاله ما... والطبيبه دايره فيا الدواء ما عرفتش المناعه واش طايحه ليا. كي كتصيفطني كدير قالت لي غادي نصيفطك الطبيب الجلد، شافتني تنفخت ويديا طرطقوا ورجلي طرطقوا، ما بقيت كنقدر نتمشى، عجزني راجلي عجزني حتى الطوموبيل داني عند طبيب الجلد. كتبات لي اونفلوب. اش كيقول لي طبيب الجلد؟ كيقول لي انت عندك الحساسيه ديال الكبده، ما تاكليش خمسه د الحوايج، ها اللوز والكركاع ولا الشكلاط ولا ما عرفتش داكشي. جيت للدار قلت لا 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 انا هذا مش... هذا الدواء ماشي ديالي. مشيت دخلت للكلينيك قلت لهم شوفوا معي. تيجي واحد البروف تما كيقول لهم ديروا لها التحليله كيلقاو المناعه ما عنديش. وخرجت لي خمسه ديباري، كنت كيجي الطبيب كتقول لي سكر شي واحد ديباري راه كدير شي 800 ولا 1000 درهم، ما عقلتش عقله راه فيها الخضر والبيض باش تطلع ما بغاش نقول سميه. واخا فاطمه دابا فاطمه واخا دابا شنو المشكل؟ دابا الحمد لله الحاله ديالك تحسنات. الحمد لله راني بخير وعلى خير. كنت مع الدكتور وعلى رجليا كنسير كنخلع داكشي كله اللي داك السيناريو داز عليا خلعه القلب تبعت داكشي كله اللي قال لي تبعته انا بخير، ولكن تنحس بيديا بالكف ديال يديا ورجليا بحال 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 الخشبه، داك لي سيو ديال شحال هادي بقاو ليا بحال الخشبه. هادشي دابا باش كنحس يعني باش هذا هو زعما انا اللي بغيت نتصل على هادشي هذا، وبغيت الله يجازيه بخير الدكتور الله يكثر خيره ويقرا لي داك التحليله اللي كنت صيفط ليه. نجاوبك ان شاء الله. نجاوب انا غير شوف انا بغيت غير نطمئن واش كان عندي كونسيغ ولا ما كانش ان شاء الله. نعم ان شاء الله. واخا فاطمه شكرا لك فاطمه تواصلتي معنا. الخطا في التشخيص استاذ الحليمي كيوقع شحال من مره، ماشي فقط غير في المغرب، راه في دول متقدمه فعلا في دول العالم، وربما بعض المرات راه كيكون راه كانت واحد الحاله اللي كانوا
تكلموا عليها الكثير من البرامج الامريكيه وكانوا وصلوا ربما حتى المحكمه مع داك الشخص اللي وقع له داك الخطا. هذا كان فريق طبي كيتكون من 7 ديال التخصصات وكلهم خطاوا في التشخيص ديال داك المريض. هذا الشيء وقتاش غيتكتشف؟ 5 سنين من بعد، عاد من بعد تابعهم قضائيا وصلوا يعني في دول متقدمه واللي معترف نوعا ما يعني بالكفاءه ديالهم. وهذا الشيء يعني فاطمه هذا الشيء راه كيوقع ماشي ما كيوقعش. اليوم الحمد لله قلت انا الحاله ديالك تحسنات، هي ربما بقات غير داك الشك هو اللي بقى عندها استاذ الحليمي، واش فعلا كان عندها سرطان ولا ما كانش عندها، واش كانت كتستحق انها دير دوك الحصص او لا ما كانش خاصها ديرهم. فهذه هي الدوامه اللي دخلت فيها فاطمه، وانا كنقول لها عندك الحق، ربما اي واحد فينا كان تحط في هذا الموقف غادي يبقاو هذه الاسئله دائما مطروحين عنده، ما غادي يرتاح حتى يلقى اجابه. نعم، هو بالنسبه للمداخله ديال اخت فاطمه مشكوره، هذا ما كيقللش من الكفاءه ديال 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 الناس اللي كيهتموا بجانب الصحه في المغرب. وغير باش نجيب واحد النقطه استاذ الحليمي، الكفاءه الطبيه المغربيه راه معترف بها عالميا. نعم، واهل مكه ادرى بشعابها وحنا كنعرفوا مزيان هذه المساله هذه. وسرتي المساله ديال التشخيص استاذ عفاف، كاين بعض الدول متقدمه فيها مشكل ديال التشخيص اكثر من المغرب. فعلا، يعني هي بالنسبه للحاله ديال فاطمه الاخت فاطمه حاله نادره، حالة تقع. حنا ديما كاين ليكسيبسيون في اي حاجه، كاين ليكسيبسيون. هي ربما مشات عند الشخص الخطا، هذا ما كيخليناش اننا نحكموا على كل شيء هذا الحكم هذايا. بالعكس، حنا الحمد لله نشتغل في مجال الصحه وكنعيشوا مع ناس وكنعرفوا ناس اللي عندهم واحد الكفاءه عاليه، وانا كنقولها للمغاربه كنقولها ربما كيمشيو عند الشخص الخطا، ولكن اطمئنوا في الكفاءه في المغرب كفاءه عاليه جدا. اللي غادي نقول لاختنا فاطمه هي انها ما تحاولش، لان الله يعطيكم الخير، اسمحوا لي على المصطلح، الجانب ديال الانتقام في الحياه ديالنا لا يجدي نفعا، هو جانب شيطاني. صافي، وقعت الحاله، دازت الامور، ربما مشيت عند الشخص الخطا. انا عارف الحاله ديال الاخت فاطمه حاله اللي حاله مستقره جدا، مستقره بواحد الاستقرار رائع جدا. هي بدات دابا الحمد لله حنا غاديين معها في المسار العادي ديالها في المسار. هي باقا داك الجانب النفسي، حنا كنعرفوا داك المغربي ما كيحملكش بحال بالدارجه كنقولوا، ما كيحملش حاجه تدوز عليه، ما كيحملش داك الجانب النفسي، ما كيسمعش. كنسميوها استاذ الحليمي الشمته، ما كيبغيش يسمع. فوالا هذا المصطلح اللي كنقلب عليه. مشكوره استاذ عفاف. الانسان المغربي بالخصوص داك الجانب ما كيتشمت، ما كيعجبوش الحال. لا، الحمد لله انك مازال على قيد الحياه، الحمد لله ان الحاله ديالك مستقره، وان جو سي بيان عارف ان الحاله ديالها مستقره، لان الحاله ديالها مطلع عليها انايا. بالنسبه لها انايا اللي غنقول لها ديك الشمته اللي حسيتي بها، مشيتي عند الشخص الخطا، ما تحكمش على كل شيء، وان شاء الله اكيد انها غتعاود ترجع عند الاشخاص اللي هما الحمد لله عندنا حنا اللي كيهتموا بهذا الجانب هذا. اللي غادي نقول لاختنا فاطمه، نسي عفاك هذه القصه، ماشي نساوها نحيدوها، ولكن نستافدوا من اشياء اللي هي قويه، نجبدوا منها شنو الحاجات الزوينين، وان شاء الله باذن الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله مازال غادي تتبع معنا الحلقات المقبله. غادي قبل ما نهضروا على الاغذيه اللي كترفع المناعه، غادي نهضروا على الاغذيه اللي كتهبطنا المناعه. غادي نحاولوا نقادوا الجهاز المناعي ديالنا، وخصنا نعرفوا باللي حنا الحصص ديال الشيميو هذه المسائل هذه، راه الحمد لله عندنا اطباء في المغرب اللي كيهضروا على هذه المسائل هذا، وكيهضروا على ان هذا العلاج الكيماوي من ضمن الاشياء الجانبيه ديالو انه كيخفضنا من المناعه. هذه الاشياء هذه راها على العاتق ديال المختصين الحمد لله، راه كيشيروا ديما لهذه المساله هذه. ولكن حنا اليوم حاولنا اننا نميلوا عند الجانب ديال التخصص ديالي الشخصي انا، لانني لا اتطفل على اي مجال. الجانب ديال التخصص ديالي انا اللي هو التغذيه، هذا هو الهدف اللي خلانا اننا نهضروا على هذا. اذا غادي نقول الاخت فاطمه، انا انت راه ما بقاش عندك مشكل، بقى عندها مشكل مع ذاتها، لانها ما قدراتش تسامح هذاك الشخص اللي كان ربما السبب في هذه الاشياء. التسامح رائع جدا، التسامح كيعطينا هرمونات رائعه. لا نقول الاخت فاطمه انها تستفد منهم وتنسى ذاك القصه، تخلي غير الاشياء الجميله والاشياء الرائعه، وان شاء الله ما يكون غير الخير، وان شاء الله غتكون متابعه شخصيه. وكذلك باش نفيدوا كل شيء ان شاء الله في هذه الحلقه والحلقات المقبله، غادي نهضروا على الجانب المناعي وعلاقته بالتغذيه. بغيت نشير بالنسبه مادام نلقاو صلب الموضوع. نعم. الجانب المناعه، حنا هذا النمط اللي كنعيشوا فيه في هذا العصر هذا، هو واحد المود اللي كنسميوه حنايا ايمينو سوبريسور. يعني النمط اللي كنعيشوا فيه اليوم، باش اولا بالقلق خصنا نعرفوا. شوف الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وقال عودة 3 مرات، قال لا تقلق، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، أو لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن. علاش؟ لأن عدو الخلايا المناعية، خصنا نعرفوا باللي
المناعه، عندنا المناعه اللي ما غاديش ندخلوا في التفاصيل العلميه، كاين المناعه اللي هي اني اللي كتزاد معنا، كاين المناعه اللي هي ادابتاتيف اللي هي اللي كيدخلوا فيها لي لانفوسيت بي ولي لانفوسيت تي. تصور عندنا 100 مليار لانفوسيت، 100 مليار، جوج ديال المليار ديال الخلايا المناعيه اللي كتنتج كل يوم. هذا راه نظام عالي جدا راقي جدا من اجل انه يحميك. او الاعداء ديال هاد المناعه كاين القلق اولا، كاين واحد المساله كنا هضرنا عليها لو شون الكترومانيتيك، هاد الهواتف، هاد لي طابليت، هاد لي تيليفون، هاد الواي فاي، هاد البلوتوث، هاد التلفزيون، هاد الاشياء هادية من اعداء المناعه ديالنا. باش كنحيدوا هاد لي زوند الكترومانيتيك كنحيدوهم، غادي نديروا حلقه خاصه على الجانب والعيش في الباديه باش يشوفوا الناس العيش في الباديه والاهميه ديالها لمحاربه الحساسيات، وغادي نشوفوا هذه المساله بالتفصيل في حلقات مقبله. كذلك كاين المشكل ديال الفلوغ انتستينال، هذا المشكل ديال الميكروبيوت الامعاء، المشكل اللي كري لنا هذا واحد من المسائل الخطيره جدا في الجانب المناعه. كاين المعادن الثقيله اللي ميتولوغ اللي كذلك نقصتنا نسبه المناعه بزاف. كاين غنديروا حلقه خاصه على المناعه والكبد، لان الكبد عنده دور كبير ماشي في الخلايا المناعيه ولكن في تحفيز الجسم على الرفع ديال المناعه ديالو. اذا قبل ما نطرقوا الاغذيه التي تزيد في المناعه، غادي نطرقوا الاغذيه التي تنقص من المناعه، وغادي نشوفوا بلي هذا نمط العيش هذا هو ايمينو سوبريسور، يعني كينقص لنا من المناعه بواحد النسبه كبيره. وكاينين الناس دابا اللي كيعيشوا ربما غير بجوج 3% من الكفاءه ديال الجهاز المناعي، وهذه كتحطك عرضه امام العديد من المخاطر. نعم نعم، نمشيو هذه المره نتواصلوا مع ام اسماء على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير ام اسماء. صباح الخير اخت، صباح الخير رباح. اهلا وسهلا بك ام اسماء، تفضلي. مرحبا. الله يبارك فيك. الله يجازيك بخير. كيما تسلمت عليك؟ الحمد لله الحمد لله. يجزيكم بالخير، ربي الله يخليك. امين يا البرنامج لنتموا امين على الاذاعه. شكرا جزيلا، تفضل. الله يجزيك بخير يا دكتور. شوف يا دكتور، انا عندي بنتي عندها 9 سنين. ايه. عندها الصباطيه جاتها ملي عندها 3 سنين. وانا تبعت لعند الاطباء، قالوا لي قال لي في الاخر قال لي ما عندهاش بالنسبه للصباطيه ما عندهاش علاج. وانا كما قلت يا دكتور كملت لي الرضاعه الطبيعيه عامين ومازال سيمانه ما نفرق. وهذا بالنسبه للتغذيه، انت الخميره بالليل كما قلت لي راه كندير هذا باش عامين ونص. نعم. وبالنسبه للتغذيه المهم اغلبيه طبيعي. نعم. كتاخذي السكر؟ مشكل الصدفيه ما كتعطي، اسمح لي كتعطي السكر؟ ما تشوفش فيها في وجهها دابا، ما تشوفش فيها في عينيها وحال زعما اش غنقول لك بالحق، ذات هي اصلا هي. نعم. ما عرفت الدكتور كيفاش، بغيت غير تنصحني نتبع لها شي نظام نظام غذائي. الله يجازيك بالخير. أم أسماء، هذا هو الهدف من الحلقه. أم أسماء، واش قالوا لك الأطباء البنيته عندها المناعه ضعيفه؟ قال لي عندها المناعه ديالها ضعيفه. نعم، سولك أستاذ الحليمي، واش البنيته كتاخذ السكر؟ واش كتعطيها السكر؟ كتاخذ السكر؟ الحلاوه؟ هي أصلا ما هي أصلا ما عندهاش مع الحلاوه فعلا، مع منها كتكون عند الله، ولكن السكر أتي ضروري كندير أتي فيه، السكر ولكن ناقص، نديرها ناقص. نعم. نعم. راح نجاوبك ان شاء الله. واضح ام اسماء، ان شاء الله نجاوب على السؤال. ربي الله يخلصك وراه ما تصورش. امين يا رب. امين. امين يا رب. بزاف الاسئله ولكن بالفرحه راه فهمتي كل شيء. شكرا الله يجزيك. مرحبا. العفو، شكرا لك. العفو، شكرا لك ام اسماء، تواصلتي معنا، شكرا لك. اذا قالت انه في العمر ديال 3 سنين استاذ الحليمي البنيته ديال ديالها كنظن هي اسماء تصابت بالصدفيه في العمر ديال 3 سنين، اليوم في عمرها 9 سنين. يعني هي شرحت الحاله ديالها انه الوجه ديال البنيته ربما كله فيه دوك الطبايع اللي كنعرفوا انه الصدفيه كتكون على شكل بقع او على شكل طبايع اللي كتصيب الجلد. فسولات على النظام الغذائي اللي ممكن يفيد البنيته استاذ الحليمي، بما انه حتى الاطباء وصفوا ان الحاله فيها حتى ضعف على مستوى المناعه. نعم، هو بغيتي نصحح واحد الفكره. نعم. الشيء اللي قلت انايا خاص تكون عندنا مناعه ديال الافكار. بغيتي نصحح واحد الفكره ديال ان هذا المرض ما عندوش علاج. يحبذ اننا نقولوا باقي ما عرفناش العلاج، وما اوتيت من العلم الا قليلا، اي داء الا وله دواء. هذا الحمد لله احنا في الجانب الديني ديالنا كاين هذه الاشياء هذه، اي داء الا والله سبحانه وتعالى انزل له الدواء. هذه المساله خصنا نامنوا بها، عرفه من عرفه وجهله من جهله. الله يعطيكم الخير. هذه المسألة ما عمرنا نسدوا هذا الباب الأمل، لأن الدين الإسلامي خلى الباب ديال الأمل مفتوح. عفوا ما نسدوش حنايا. داك الشيء اش كنقول أنا، أي داء إلا وعنده الدواء، عرفناه ولا ما عرفناش. باش نقول أنا هذا المشكلة، كاين الناس اللي عندهم دابا الصدفية واللي وصلوا للعلاج. ربما الناس ما كيعرفوش هذه الحالة، أنا كنعرف هذه الحالات هذو. باش بنمط العيش ماشي بالتغذية.
لا ما طلعش. وهذا هو الهدف ديال هذه الحلقات، الهدف ديال هذه الحلقات، لان الناس حنا الهدف ديالنا من الحلقات ماشي نضلوا نقولوا للناس لا حيد هذه اغذيه ممنوعه اغذيه مسموحه، والناس راه كيعرفوني في هذا الاتجاه هذه. حنا كنهضروا على المبادئ العامه، كنعطيو للناس الوسائل، انا كنعطي الناس الوسائل اللي يستخدموها، ماشي نعطي نقول لا دير ما تدوش، لا دير جوج معلقه ديال السانوج، لا هذا بالنسبه لي انا هذه ليست بتغذيه. التغذيه هو نعطيو الناس المبادئ ونخليهم يشتغلوا في المختبر ديالهم اللي هو الكوزينه في الدار. هذا هو الهدف ديالنا. بالنسبه للمشكل ديال الصدفيه، غادي نديروا حلقه خاصه على الامراض المناعيه اللي غادي نجمعوا فيها جميع الامراض المناعيه، وغادي نشوفوا باللي عندنا الغربال في الامعاء ديالنا، عندنا ليبيرميابيليتي، عندنا مشاكل في الامعاء هي اللي خلاتنا هاد الامراض المناعيه تكون. غادي نشدوا حلقه كامله وغادي نجمعوا فيها لالرجي اون جينيرال، الحساسيات كلها ربما فرقناهم، حنا غنحاولوا نجمعوهم. وفي كيتجمعوا في الجسم البشري، وغادي نشوفوا بلي الحساسيات شنو اصل المشكل وشنو الحل. الحل بسيط جدا، ما نبقاوش ندرقوا الشمس بالغربال، ما تبقاش انا تخرج لي شي بوطون في وجهي ندير عليه كريم، يخرج لي شي بوطون في رجلي ندير عليه كريم. نغطيو حنا هاد الاشياء هادية، نغطيو لي سيمبتوم، كفانا اننا نغطيو لي سيمبتوم، لان هاد الاعراض والتعامل مع الاعراض يعني هضرنا عليه بزاف ومشينا بزاف. حنا ديما كنقولوا كنعطيو لو فغي ديال لو فو، هذا هو الهدف ديالنا من هاد البرنامج هذايا. اذا بالنسبه لي انايا غادي نديروا حلقه خاصه على الامراض المناعيه، غادي نديروا حلقه خاصه على الحساسيات ان شاء الله باذن الله. وهذا وفي اخر المطاف قبل ما نهضر على الاغذيه التي تساعد على رفع المناعه، ولا كنقول المناعه ما كتطلع الا بنمط العيش وما كتهبط الا بنمط العيش. هذه مساله مفروغ منها، مهما كنتي درتي الشيميو ساليتي الشيميو، عندك مناعه ذاتيه، عندك هذه الامراض، عندك هذه، الا كان عندك نمط جيد فالجسم ديالك غادي يفاجئك. فقط الا سمحت لي استاذ عفاف للاشاره، تفضل. ان شاء الله كنا هضرنا يوم 6 في ماي، كاين ان شاء الله محاضره مع 10 الصباح في المركب مولاي رشيد ان شاء الله سيدي عثمان. ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي يعني 14 في شهر ماي غتكون دوره تكوينيه ان شاء الله في مدينه مكناس، غتكون على طول النهار كما كنديروها في المدن الاخرى، كما درناها في مدينه اكادير. غدا ان شاء الله باذن الله في الموقع غادي يلقاو الناس الهاتف ديال المنسق ديال الدوره، غيكون نهار 14 في ماي، ونهار 21 ماي غتكون دوره تكوينيه كذلك في مدينه مراكش، وغدا ان شاء الله كذلك غيلقاو الناس الهاتف ديال المنسق ان شاء الله في الموقع. اذا نهار 14 غتكون دوره تكوينيه في مدينه مكناس، ونهار 21 غتكون دوره في مدينه مراكش ان شاء الله باذن الله، وكتسبقها محاضرات ان شاء الله في مي غتقرب ان شاء الله غادي نعلنوا عليها. اذا قلت انا بالنسبه للحلقه ديال اليوم هي حلقه فقط كمقدمه من اجل اننا نعرفوا باللي راه الله سبحانه وتعالى رحمنا بواحد المناعه، رحمنا بواحد الجهاز المناعي حنا كنتحكموا فيه 99.9%، ما قدرتش نقول 100%، نخليوها 99.9. كنتحكموا، المفاتيح عندنا في يدنا ديال الجسم. هذه البشره اللي غنقول للناس انا ومازال كنعاودها، جميع مفاتيح الصحه عندنا في يدنا، وجميع مفاتيح المرض عندنا في يدنا. وهادشي الله سبحانه وتعالى قال، كنقول في يدنا علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، كل الشكر ليك الاستاذ محمد الحليمي. وكيف ما شرتي يعني حنا عطينا اليوم للمستمعين الكرام يعني شنو غيكون عندنا في الحلقات المقبله، وحنا في سلسله من الحلقات على جهاز المناعه غادي نتكلموا على الامراض المناعيه ولا اللي كتعرف وكتسمى بامراض المناعه الذاتيه، غنتكلموا على الانواع ديال الحساسيه وعلاقتهم بجهاز المناعه، غنتكلموا على الاغذيه اللي كتضعف والاغذيه اللي كتقوي جهاز المناعه، غنتكلموا كذلك على الناس اللي هما يعني عايشين في الباديه وعلاش يعني الكثير من موسى الحليمي ما شاء الله كنلقاو على انه جهاز المناعه عندهم كيكون قوي، بحيث استاذ الحليمي انا راه كنعرف اشخاص اللي ما كيعرفوش شنو العدوى، تسلم عليه وانت في كزوكام وهو ما كاينش العدوى، الحمد لله حنا عايشين معاه ما كتكونش عنده العدوى. غنتكلموا كذلك على المناعه والكبد، فهذه مجموعه ديال المواضيع اللي غادي نبرمجوها ان شاء الله للحلقات المقبله بسلسله من الحلقات على جهاز المناعه، لانه جهاز يستحق اكثر من حلقه نظرا للاهميه ديالو. شكرا لك مره اخرى الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحمية العلاجية، والموعد معك إن شاء الله غادي يكون يوم الجمعة دائما في برنامج صحة وسلامة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لصابر فوندا كان معايا في الإخراج وكان أيضا في استقبال مكالماتكم، وبقيت أوقات طيبة وممتعة قضيوها دائما رفقة برامج الإذاعة القريبة.